تعد الانتخابات عنصرا أساسيا في ممارسة العملية الديمقراطية، كما أن الشفافية والوضوح والثقة من أهم المتطلبات والشروط الملزمة للمؤسسات والعمليات المحيطة في الانتخابات، لما من شأنه تحقيق الشرعية القانونية للناخب والمنتخب. أمام هذه الإجراءات، أقام المعهد الديمقراطي الوطني ورشة تدريبية لممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون والتنسيق مع قطاع شؤون الأحزاب باللجنة العليا للانتخابات. الهدف منها الحد من أي قصور ناتج خلال من في الإجراءات أثناء الممارسة، أو إن كان هناك أخطاء منهجة، يعني الهدف منها التلاعب أو التزوير. الورشة التدريبية تهدف إلى تقليص نسبة الأخطاء الممكن أن تقع أثناء ممارسة عملية القيد والتسجيل، والحد من التلاعب والتزوير، وضمان تنفيذ الشروط القانونية لتنفيذ إصلاحات القيد والتسجيل. نعم، هتكون فيها بنظام البصمة، وهيكون فيها تصوير، وهتكون فيها من ضمن المعدات التي سيكون بها اللجنة العليا للانتخابات، هي عبارة عن عدة متكاملة من كمبيوترات إلى البصمة إلى الكاميرا إلى كل المعدات، إضافة إلى أنها أيضا خصصت هذه المرة أن الأولوية أيضا هتكون لكبار السن في المقدمة، هذا من الناحية الرعاية. المشاركون في الدورة دعوا وسائل الإعلام المختلفة للتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات لخلق الوعي الديمقراطي بين أوساط المواطنين، ليتمكنوا من ممارسة حقهم الديمقراطي عن علم ودراية. من المهم جدا أن تقوم وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالحث على العمل في لتوعية الناس عن كيفية القيام بهذه العملية الانتخابية، وحثهم وتوعيتهم بأنه الآن سيتم التسجيل عن طريق الموطن الانتخابي الذي يعبر عن مقر العائلة أو مقر السكن. ويرى مراقبون أن السجل الانتخابي الجديد سيعزز مبدأ المصداقية، وسوف يتجاوز كافة الأخطاء التي صاحبت عمليات القيد والتسجيل القديمة، كونه يعتمد على أنظمة إلكترونية متطورة معمول بها في الدول المتقدمة. فارس الصليحي، اليمن اليوم، صنعاء.